هاي منطقة حاوي الكنيسة. والله يا أخي معاناتنا هذا الدرب على أساس شهر شهرين ثلاثة، هاي صار لنا نشكي منه من التحرير لي حد الآن. هاي أول معاناة. معاناة ثانية نشكي يعني على مود الحاوي، منطقة الحاوي الكنيسة، لا تجينا بلدية، لا أحد يجي يسأل علينا، ما حد يجينا. يعني أبسط شيء البواري، بواري الكهرب، احنا جمعنا من البيوت اشترينا بواري الكهرب، لا نقدر ننصب البواري، لا نقدر نعمل منعونة، البناء ممنوع هسا، أي شيء ماكو. فنطالب من محافظ بنينوى أنه يلقي كلمة علينا، لا ينسونا. ما نعرف احنا لحد الآن، نعرف أنه جو اشتغلوا فترة وبعدين تركوها أثناء فترة الأمطار وبعدين شو خلت يكلة وراح، ماكو لا آليات ولا كل شيء. شلون يا أخي طريق، يعني هذا احنا رايحين جايين به طريق رسمي يعني، ومنطقة كبيرة يعني بنايات كثيرة بيها. شلون يا أخي والله سيارات كلها متعدية هنا. والله ناشد جميع اللي موجودين مسؤولين على هاي المقاولة، واللي ناس والمحافظة إنه يديرون بالهم على هاي المقاولين، يعني شوف أكو لازم أكون متابعة. هاي حاوي كنيسة بالبداية، هاي كنيسة. والله يا عمي هاي تقريبا هاي 3 سنوات 4 سنوات. من والله يا أستاذي ما أعرف إيش تلك البيئة صار، ما أعرف إيش نبيا. لكن شو عملوها شلون كان صار عليها؟ والله سجينا نصنع عملوا رهيطة سات سوينا دبلات تيار جريشة منو؟ أي نعم قلت لك. والله ناشد غير الحكومة المحلية والمركزية. اثنين عندنا استاذ الله منطقة، عندنا المنطقة هنا منطقة كبيرة وعدد سكان كثير، يعني لسه تجي اشترينا كهرباء اعمدة محولات وجمعنا حسابنا وما يقبلونا يعني نكملهم يعني، ومعاناتنا معاناتنا الله وكيل يعني على حسابنا اشتريناهم الخاص. يشتغلون يوم ويمشون، يشتغلون 3 أيام ويمشون. سيارة هسه جبناها من الصناعة الله وكيل، هسه جبناها من الصناعة. وبالنسبة عندنا الوطني ماكو هل الفوق، هاي البيوت الفوق نسوي الويرات يقطعوها، واشترينا بواري مولدات على حسابنا بل يمكن 30 مليون وسع مانعين هذيك مسوته. منعونا قائم مقام هذيك تسمع هسك البواري والهاي، وذول يقطعون الويرات الوطني علينا. يعني احنا مو بشر؟ يعني احنا مو عراقيين؟ ها؟ هذا ترى شديد علينا والله بالمطر، غير هسه لما خلص شويه هيكله بالمطر كلنا سياراتنا تعصى هنا. والله ما نعرف، كل يوم يجي مقاول يشتغل يشتغل ما نعرف احنا، بس كملوا حطوا التراب عليه ومشوا. واحنا نريد هاي مال النفايات، ما نفايات كلها مجمعه بالحاوي، تعال شوفها بالبدايه كلها امراض علينا. كل الخدمات معدومه نهائيا بالحاوي، كل ما تقدم على احد يقول لك ارض زراعيه، ارض يوم الارض زراعيه عجل هذا البناء احياء صارت فيها اكبر من المدينه صارت يعني. وبالذات هو ده قائم مقام هو نفسه، هو شيء القر الحاوي نهائيا، كل ما تقدم يقول لك ارض زراعيه نهائيا الخدمات، لا مستوصف لا مدرسه لا شوارع لا، هو الحاوي هي الحاوي هاي معدومه بالحاوي يعني دحق نهائيا. لا منظمه طبت عليها، لا مستوصف طب عليها، اذا بالشهر 3 أشهر 4 أشهر تفوت لك تقفل اي هنا، وهي الاحياء كلها جوا يعني يمشيله تقريبا نص ساعه فوق نص ساعه ما يصل مستوصف. الشارع هو نهائيا هذا كله معاناه الشارع، هاي ازقى صار له كم سنه هو، وهذه هذا باكر اذا عمر البيت هذا العالم مين تروح وتجي؟ هذا بيت هذا ساحنا الواقفين فوقه بيت، هذا الشارع هذا الاصلي، هذا هذا القنطرة هاي ما صار له شهر زمان من انفتحت، هاي على اساس 5 أشهر هو يكمل، هاي صار لنا 2 سنين، هو على اساس 5 أشهر هاي معلق القطعه يعني معلقه، صار له على اساس 5 أشهر و150 يوم يكمل لازم ينجز الشارع. تعال هاي القطعة يعني معلقة، وين الصدق مالهم؟ أما تعرف ما راح تمسك الصدق ما تعرف.